أيها الإخوة الكرام، حقيقة ثابتة لا ريب فيها، طبيعة الحياة وهكذا شاء الله لها أن تكون، طبيعة الحياة وطبيعة البشر تجعلان من المستحيل أن يخلو المرء من محن ومصائب، لأن المصائب محك الرجال، ولأن المصائب أسلوب تربوي لترقية النفس من حال إلى حال. إن الشدائد التي تحل بساحة المرء كثيرة جدا، كم يخفق له عمل، وكم يخيب له أمل، وكم يموت له حبيب، وكم يمرض له بدن، وكم يفقد من ماله الذي جناه بعرقه وتعبه. هذه نماذج من المحن التي تصيب الإنسان في الحياة الدنيا. الله جل جلاله على لسان مبعوث العناية الإلهية والذي لا ينطق عن الهوى يقول عليه الصلاة والسلام، ودققوا في هذه الخطبة التي أذكرها على المنبر آلاف المرات، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة الكرام، ندعو كثيرا بدعاء سيد الأنام، ويغيب عنا أن نقف عند مدلولات كلماته. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في الدعاء الشريف: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين، هنا موطن الشاهد، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لما لم يقل عليه الصلاة والسلام ما تلغي به مصائب الدنيا؟ قال ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا بد من محن، لا بد من مصائب، لا بد من متاعب. هذه المتاعب أيها الإخوة لها هدفان كبيران: إما أن تكون تأديبا وتربية وعلاجا، وإما أن تكون امتحانا وترقية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الإخوة الكرام، لعل من المناسب أن نقول إن في حياة المؤمن مراحل ثلاث: مرحلة يؤدب فيها من عيوبه، من أدران نفسه، من تقصيره، ومرحلة يبتلى فيها، ومرحلة يكرم فيها، فهو بين تأديب وابتلاء وتكريم. هذه المراحل الثلاث إما أن تكون متداخلة وإما أن تكون متمايزة. لا بد من مرحلة يؤدب على تقصير، يؤدب على مخالفة، يؤدب على كلمة تفوه بها لا ترضي الله، يؤدب على درهم كسبه من غير وجه مشروع، يؤدب على نظرة أطلقها لا تحق له، ولا بد من امتحان آخر تجلى حقيقته لنفسه وللناس. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ثم لا بد من تكريم ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيها الإخوة الكرام، إذا كانت هذه سنة الحياة عامة وفي الناس كافة، فإن أصحاب الرسالات خاصة أشد تعرضا لنكبات الدنيا وويلاتها. لماذا؟ إنهم يدعون إلى الله فيحاربهم دعاة الطاغوت، ينادون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل، يهدون إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر، يأمرون بالمعروف
فيخاصمهم أهل المنكر. هكذا طبيعة الحياة، وهذه سنة الله في خلقه، وبهذا يحيى الأنبياء والدعاة الصادقون في دوامة من المحن وسلسلة من المؤامرات والفتن. سنة الله في خلقه، خلق آدم ومعه إبليس، وخلق إبراهيم وخلق النمرود، وخلق موسى وخلق فرعون، وخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي من حوله أبو جهل وأبو لهب، هؤلاء الذين قاوموا دعوته وتآمروا على قتله وأخرجوه من مكة ونكلوا بأصحابه وفعلوا كل شيء من أجل إطفاء دعوته. هكذا هذه سنة الله في خلقه. اقرأوا إذا شئتم قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. آية ثانية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أليس الله قادرا أن يخلق محمدا وأحبابه، محمدا وأصحابه في قارة، وأن يخلق أعداءه في قارة ثانية، وأن يكون بينهما حجاز منيع؟ هذا من قدرة الله عز وجل. ولكن كيف يدفع الأنبياء الكرام والصحابة الأجلاء ثمن الجنة؟ كيف يمتحنون؟ كيف يرقون عند الله؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. أيها الإخوة الكرام، لولا هذه المحن لما دفع مؤمن ثمن الجنة، ولولا هذه المحن لما ظهر صدق المؤمن. من يمتحن مركبة في طريق نازلة؟ من؟ لا تمتحن إلا في طريق صاعدة. أيها الإخوة الكرام، هذا شأن الأنبياء والمرسلين، وهذا شأن ورثتهم والسائرين على دربهم والداعين بدعوتهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء، ثم الأمثل والأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. أعيد على أسماعكم الحديث مرة ثانية. سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء، ثم الأمثل بالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة الكرام، أثبت الاستقراء وأثبتت المشاهدات أن أشد الناس جزعا وأسرعهم انهيارا أمام شدائد الحياة هم الكفار والمرتابون وضعاف الإيمان. والدليل قول الله عز وجل: ولئن أذقنا الناس منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وإن مسه الشر فيئوس كفور، وإذا مسه الشر كان يئوسا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه
خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هؤلاء الذين ما عرفوا الله، هؤلاء الذين شردوا عنه، هؤلاء الذين كانوا في حجاب عنه، هؤلاء الذين أبقوا أنفسهم جاهلين، هؤلاء لا يؤمنون بقدر فيرضوا به. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إنهم لا يؤمنون بقدر فيرضوا به، ولا بإله حكيم قدير فيطمئن إلى حكمته في خلقه، ولا بأنبياء فيجد في حياتهم القاسية قدوة وعبرة، ولا بحياة أخرى فتهب عليهم نسماتها منعشة للنفس، طاردة للكآبة، باعثة للأمل. لا شك أيها الإخوة أننا نجد الانتحار أكثر ما يكون في البيئات التي ضعف فيها الإيمان أو فقد فيها الإيمان، فإن لم يكن انتحار فهو الألم القاتل والجزع الهالك والكآبة الحزينة والحياة التي خلت من أي معنى للحياة. أيها الإخوة الكرام، أما المؤمنون وموضوع الخطبة الثبات على الشدائد، أما المؤمنون فهم أصبر الناس على البلاء وأثبتهم في الشدائد وأرضاهم نفسا في الملمة. لماذا؟ لأنهم عرفوا قصر الحياة الدنيا بالنسبة إلى الدار الآخرة، فلم يطمعوا أن تكون دنياهم جنة قبل جنة ربهم. الدنيا جيفة، طلابها كلابها. الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. والدنيا تغر وتضر وتمر. عرفوا قصر الحياة الدنيا بالنسبة إلى دار الخلود، إلى دار السلام، إلى الدار الأبدية. أيها الإخوة، لم يطمعوا أن تكون دنياهم جنة قبل جنة ربهم. أصغوا إلى قول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. رب العزة ينصحنا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا أول سبب يحملهم على الثبات على الشدائد. شيء آخر، عرفوا سنن أنبيائهم ورسلهم، عرفوا أنهم أشد الناس بلاء في الحياة الدنيا وأقل الناس استمتاعا بزخرفها. دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته عدي بن حاتم، يقول عدي: ألقى إلي وسادة من أدم محشوة ليفا. قال: اجلس عليها. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. فجلست عليها وجلس هو على الأرض، ليس في بيته كله إلا وسادة واحدة. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي قيام الليل انحرفت السيدة عائشة عن مكانها، لأن غرفته الضيقة لا تتسع لصلاته ونوم زوجته. الأنبياء أقل الناس استمتاعا بزخارف الحياة الدنيا، فلم يطمع المؤمنون أن يكونوا خيرا من أنبيائهم ورسولهم، ولهم فيهم أسوة حسنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني أحيانا يقل دخل المؤمن في هذه الأيام، تقل أرباحه، يشكو ويتألم ويتفقر قلبه ويقول ماذا أصابك مما أصاب أصحاب رسول الله؟ وعرف المؤمنون أن ما ينزل من مصائب ليست ضربات عجماء ولا خبط عشواء، ولكنها وفق قدر معلوم وقضاء مرسوم وحكمة أزلية وكتابة إلهية، فآمنوا بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يبرأها، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وعرفوا أن من صفته تعالى أنه يقدر فيلطف ويبتلي ويخفف، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فهذا لقصور نظره، من ظن انفكاك لطفه عن قدره فهذا من قصور نظره، إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعرفوا أن لطف الله عز وجل، أن هذه الشدائد دروس قيمة وتجارب نافعة لدينهم ولدنياهم، تنضج نفوسهم وتثقل إيمانهم وتذهب صدأ قلوبهم. أيها الإخوة، مثل المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء كمثل الحديدة، تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. مثل المؤمن الذي تصيبه الوعكة من البلاء كمثل الحديدة، تدخل في النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. بل ما أشد النكبة بالبيضة، يظن أنها سجن لما فيها، إلا أن هذه البيضة تحوط ما فيها وتربيه وتعينه على تمام نموه، وليس عليه إلا الصبر إلى أمد والرضا إلى غاية، ثم تنقف البيضة فيخرج هذا الكائن خلقا آخر. إذا ظن هذا المخلوق الذي في البيضة أنها سجن له فهو مخطئ، إنها تحوطه، إنها تنضجه، إنها توفر له أسباب نموه، فإذا صبر قليلا على هذا السجن الموهوم بعدئذ ينضج ويخرج كائنا كاملا. أيها الإخوة الكرام، كم من إنسان تألق من خلال المصيبة، كم من إنسان عرف ربه من خلال المصيبة، كم من إنسان أقبل على عبادة الله من خلال المصيبة، كم من إنسان راجع نفسه من خلال المصيبة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه الأسباب التي أذكرها متتابعة كي نعلم أن المصائب بقدر من الله عز وجل، ولها حكم بالغة، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. وعرفوا أن من مظاهر هذا اللطف والرحمة الإلهية أن كل مصيبة هي درء لأكبر منها. من أقوال الإمام العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول، أو كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. أخطر مصيبة على الإطلاق
مصيبة الدين، لأن أي مصيبة أخرى تعوض، إلا أن مصيبة الدين لا تعوض. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها، والحمد لله إذ وعدت الثواب عليها. لم تكن في ديني ولم تكن أكبر منها، ألهمت الصبر عليها، وعدت الثواب عليها. أيها الإخوة الكرام، كما قلت قبل قليل، مصيبة الدين لا تعوض، خسارة فادحة تبدأ نتائجها بعد الموت وتنتهي إلى الأبد. أيها الإخوة الكرام، بين أيدينا كتاب الله، وقصص الأنبياء فيها موعظة بليغة. سيدنا يوسف عليه السلام خير بين أمرين، بين أن يصاب في دنياه فيسجن ويكون من الصاغرين، وبين أن يصاب في دينه فيصبو إلى النسوة ويكون من الجاهلين. بين أن يكون من الجاهلين فيصبو إلى النسوة ويستجيب لدعوتهن، وبين أن يكون في الدنيا في السجن. ماذا قال؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ماذا فعل سيدنا يوسف؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. اختار مصيبة الدنيا على مصيبة الدين، وهذه تجربة يعاني منها معظم الناس. يعرض عليه دخل كبير فيه شبهة، أو أن يبقى على دخله المحدود الحلال، إما أن ينجح وإما أن يسقط. بإمكانه أن يروي ظمأه من الطرف الآخر من طريق غير مشروع، أو أن يسلك الطريق المشروع، هذا امتحان آخر. مصيبة الدين لا تعوض، مصيبة الدنيا تعوض. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمها. أيها الإخوة، المؤمن يعرف معرفة يقينية أن الله يوقع بلاء لئلا يقع بلاء أكبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويعرف المؤمن أيضا أن الله يسلب منه نعمة ليبقي له نعمة أكبر. دققوا في هاتين العبارتين. المؤمن يعلم علم اليقين أن الله يوقع بلاء لئلا يقع بلاء أكبر، ويسلب من المؤمن نعمة ليبقي له نعمة أكبر. فالمؤمن العاقل ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى النعمة المفقودة، وينظر إلى البلاء المتوقع قبل أن ينظر إلى البلاء الواقع. عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين رووا أن رجله أصابتها الأكلة، مرض الموات أو الجرجرين، أن رجله أصابتها الأكلة، فقرر الأطباء قطعها حتى لا تسري هذه الأكلة إلى ساقه كلها ثم إلى فخذه. لقد طابت نفسه بنشرها وقطعوها من ركبته وهو صامت لا يتكلم. وفي الليلة التي قطعت فيها رجله سقط ابن له كان أحب أولاده إليه من سطح فمات، فدخلوا عليه ليعزوه بفقد ولده وليواسوه بفقد رجله، فقال: اللهم لك الحمد، كانوا سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، فإن أخذت فقد أعطيت،
وإن ابتليت فقد عافيت. هذا موقف عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين من مصيبتين مؤلمتين ألمتا به في يوم واحد، وعرفوا أن مثوبة الله تعالى على ما يبتلي به عبده المؤمن في دنياه نعمة روحية أخرى تهون على الإنسان البلاء. في الحديث الصحيح أيها الإخوة، هذا الحديث دقيق جدا، هذا الحديث ينبغي أن يكون في أذهاننا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. قال: ما لك يا بني؟ قالت: حمى لعنها الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. مصائب المؤمن مكفرات لذنوبه. أيها الإخوة الكرام، من هنا لهذه الأسباب كلها مجتمعة وقد تزيد عن ثمانية أسباب يثبت المؤمن على الشدائد. هو شامخ كالجبل، هو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. يتمثل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. فالإيمان الحقيقي، الإيمان الذي أراده الله، الإيمان الذي يليق بالمؤمن، الإيمان الحق، يفجر في الإنسان ينابيع السعادة. من هذه الينابيع ينبوع الحب، من هذه الينابيع ينبوع السكينة، ومن هذه الينابيع ينبوع الثبات على الشدائد. يقول عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، ومضى علي 30 ليلة لم يدخل جوفي فيها إلا ما يواريه إبط بلال. أنا لا أرجو الله، أنا لا أرجو أو أنا لا أريد أن ينتظر الإنسان المصيبة أبدا، ولا أتمنى أن ينتظر الإنسان المصيبة ولا أن يطلبها. سلوا الله العافية لكن عافيتك أوسع لي، سلوا الله العافية. ومن أكثر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقنا العافية، العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولكن إن جاءت مصيبة صغيرة لا ينبغي أن ينهار لها المؤمن، لا ينبغي أن يفقد توازنه، لا ينبغي أن يبيع من أجلها دينه ودنياه، لا ينبغي أن يستخزي، لا ينبغي أن يضعف. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. سيد الخلق وحبيب الحق وصل إلى الطائف فكفر بدعوته أهلها وسخروا منه واستهزأوا به وأغروا سفهاءهم بضربه. فلما قال له سيدنا زيد: أترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال: إن الله ناصر نبيه. في الهجرة وضعت 200 ناقة لمن يأتي برسول الله حيا أو ميتا. تبعه سراقة ورأى من دلائل نبوته ما رأى، قال: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كان عليه الصلاة والسلام واثقا من نصر الله له، لأن الله لا يدع، لا يخيب ظن المؤمنين به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدع المؤمن من دون توفيق ولا من دون نصر.